السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من النطق الصحيح للقرآن الكريم والصفحة رقم 6 من سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة، وإذ هنا لابد أن أبين كسرة الهمزة والذال ساكنة، يجب أن لا أقلقلها أقول وإذا قال، هذا خطأ، يجب أن يجري فيها الصوت فهي رخوة. وإذ قال هكذا بهذه الطريقة، القاف مفتوحة بعدها ألف، إذن مفخمة مرتبة أولى، ولدينا ألف ساكنة قبلها مفتوح، وهذه طبعا مد طبيعي بمقدار حركتين. قال ولا أقول قال، لا إعمال للشفاه عند نطق حروف الاستعلاء السبعة. وإذ قال را مفخم الراء لأنها مفتوحة، الباء شديدة مجهورة، ربك للملائكة، هنا لدينا اللام الأولى من كلمة للملائكة مكسورة، فأنا ما أقول للخطأ، اللام الثانية ساكنة تتجلى فيها الصفات، ومن صفات اللام التوسط البينية يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، واجتمع حرف المد الألف والهمزة في كلمة واحدة للملائكة، إذن المد هو واجب متصل أربع أو خمس حركات. للملائكة، لا تمل الألف، تقول للملائكة، لا تبتسم بالشفاه ولا تسحب اللسان إلى الخلف وتجعل اللسان منبسط، اللسان مرتاح. للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كتي للملائكة تي وأكسر التاء المربوطة ثم بعد ذلك إني، هناك من يقرأها يعني مط هذه الكسرة، كسرة الهمزة، يقول إني، هكذا جعلها يا وهي فقط همزة مكسورة. آي أو إي إني، النون المشددة الغنة أكمل ما تكون، هنالك من ينظرها يقول إني جاعل، هذا خطأ، أنت أتيت بالغنة فما في داعي أنه أنت تنظرها. جاعل ليس جاعل، لا تمل الألف، خلي الفم بالوضع الطبيعي واللسان مرتاح، ما في داعي أنه تبتسم بالشفاه تقول جا، أو أنه تسحب اللسان إلى الخلف وتجعل اللسان منبسط. عيل كسر العين جيدا، لام تنوين ضم بعدها فاء، إذن إخفاء، أكمل الضم من اللام. جاعلوا جاعل في، هكذا كما تلاحظون أنه نزلت عندي الثنايا العليا قريبة من باطن الشفة السفلى حيث مخرج الفاء، ولا أطبق الشفاه حتى لا أخنق الغنة ولا أجعلها كأنها ميم، أقول جاعل في، هكذا خطأ، فانتبهوا بارك الله فيكم. جاعل في، فيل من الفاء المكسورة واكسرها جيدا، ما أقول فيل في وليس فيل. إلى اللام القمرية من كلمة الأرض، لأنه لدينا همزة وصل واللام قمرية لأنه جاء بعدها الهمزة، والمجموعة في هذه الحروف القمرية في هذه الجملة ابغي حجك وخف عقيمه. كلمة الأرض ننتبه إليها، أن لا ننطق الهمزة مفخمة، نقول الهمزة مرققة لأنها جاورت الراء الساكنة قبلها مفتوح مفخمة والضاد المفخمة مرتبة أخيرة مكسورة، فانتبهوا ما نقول الأرض، لا الأرض خليفة. كلمة خليفة الخاء مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة، ولا أكور الشفاء أقول خ خليفة، خطأ، خ خليفة، ولما أقف هنا التاء المربوطة راح أقف بها وهذه الهاء باهتزاز الأوتار الصوتية من منطقة أقصى الحلق، فننتبه إليها حتى يجري فيها الصوت والنفس. خليفة، واكسر اللام، ليفة، لاحظتم كيف؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قالوا، القاف مفتوحة بعدها ألف
كما ذكرت في كلمة قال ربك، قال هنا مفخمة مرتبة أولى، لكنه لا تكور الشفاه، تقول قالوا خطأ، قالوا واللام مرققة، ولدينا حرف المد في كلمة قالوا. طبعا أهم شيء المد الطبيعي اللي هو الألف الساكنة من كلمة قالوا، قبلها مفتوح قالوا، لاحظتم؟ وحرف المد في قالوا والهمزة في أتجعل، إذن كلمتين مد جائز منفصل، حركتين من الطيبة وأربعة خمسة من الشاطبية. قالوا ضم الشفاه في الواو، قالوا أتجعلوا أتجعلوا، انتبهوا لهذه الجيم المقلقلة قلقلة صغرى، ليش؟ لأنها في وسط الكلام، إذا شوية مسكت الجيم راح هنا ما تصير قلقلة، فتقول أتجعلوا، هذا غلط، يجب أن تضرب المخرج مخرج الجيم بسرعة وتهرب أي اضطراف المخرج، أتجعلوا هكذا، بارك الله فيكم. لو أضم الشفاء، أتجعل فيها كسرة الفاء وخاصة جاء بعدها ياء، فيها ألف ألف ساكن قبلها مفتوح مد طبيعي، ولا أقول فيها خطأ، لا تمل صوت الألف، فيها من يفسد نون ياء، هذه غنة، هنالك من يجعلها يا صافية يقول مي يفسد، هذا خطأ لأنه أنت أخرجتها ياء صافية من غير غنة، إذن غنة مي يفسد، هنالك من يقرأ الفاء بضم يضم الشفاء وهي ساكنة بسبب سحب ضمة الياء إلى هذه الفاء وهذا خطأ، يفسد، والفاء ساكنة تتجلى فيها الصفات واضحة من جريان للنفس الهمس وجريان للصوت الرخاوة حتى أسمعها لأن الفاء مخرجها ضعيف، يفسد سيد دو ضم الشفاه دائما ركزوا عليه، فيها كسرة الفاء وعندك أنت ما الطبيعي فيها، ولاحظتم الآن ألف ساكنة قبلها مفتوح، هذه نركز على المد الطبيعي، لا نأكل المد الطبيعي، حركتين، ويسفك السين، لاحظتم كيف أنه جرى فيها النفس والصوت، هذه مهمة وهي من أحرف الصفير، واكسر الفاء، ويسفي فيك كو وليس كو، ويسفي كو تفخم الكاف والكاف مرققة، حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في خصة ضغط قض لا يوجد فيها الكاف، فأنت تقول ويسفي كو خطأ، كاكيكو، ويسفك الدماء، الدماء دال مشددة شديدة مجهورة، وكما لاحظتم انتقلت من الكاف المضمومة إلى الدال لأنه اللام شمسية والألف هنا همزة وصل، لدينا موجودة وهمزة وصل هنا فانتبهوا، ويسفك الدي، لماذا؟ لأن الدال مشددة فإذا لا ننطق هذه اللام، والدال ليست من الأحرف القمرية، أبغي حجك وخف عقيمه، اجتمع في كلمة الدماء حرف المد الألف والهمزة فتكون أو يكون المد هنا واجب متصل أربع أو خمس حركات، الدماء ونحن، لاحظتم؟ الدماء، لا تقول الدماء خطأ، هذه إمالة، اجعل كل شيء طبيعي، اللسان مرتاح، ما تبتسم بالشفاء، الدماء ونحن، هذه الحاء الساكنة رقيقة حتى لا أخرج كمية من الهواء تأثر على صوت الحاء، نقول ونح نح خطأ، حاحي حوبح، ونح نحن نونو نونو سبح نونو سبح، لاحظوا كيف أن النونات المضمومة متتابعة، نون نحن ونون نسبح، ننتبه إليها، نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبب شديدة مجهورة لا تجعلها كالبي، نسبح لا نسبح حو، نضم الشفاء في الحاء، بحمدك نكسر الباء والميم ساكنة، يجب أن تظهر البينية في صوت الميم يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، بحمدك كسرة الدال، ونو مرقق، بعدين راح تجيني القاف المفخم مرتبة ثانية لأنها مفتوحة، ونقدس لك، لاحظتم الآن لك
هكذا لما أقف بالكاف راح تكون ساكنة ويكون بالهمس، لأنه الكاف شديدة مهموسة. لكن لا أبالغ لك، هكذا مبالغة، فانتبهوا بارك الله فيكم. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قاف مفتوحة بعدها أليف مفخمة مرتبة أولى، لا تكور الشفاه تقول قال قا، قال الألف ساكن قبلها مفتوح، إذن ما الطبيعي مقدار حركتين؟ إني هذه الكسرة لكسرة الهمزة لا تمطها، تجعلها يا إني خطأ إي خلص انتهى. إني نون مشدد الغنة أكمل ما تكون، ولدينا حرف المد في إني الياء وبعدها الهمزة في كلمة أعلم، إذن كلمتين مد جائز منفصل، حركتين من الطيبة أربعة خمسة من الشاطبية. أعلم عين ساكنة، تعلمون عين ساكنة، العين أحبتي عميقة يعني وسط الحلقة، وأنت تحس بانزعاج في المخرج وكأنك عم تبلع شيء. والأخطاء التي تحدث أنه إذا أنت ما أخرجتها بالبينية من وسط الحلق راح تقلقل، تقول أعلم تعلمون، أو أنه تخرجها عائمة قريبة من أدنى الحلق وأنت ما نزلت إلى وسط الحلق تقول أعلم تعلمون، وهذه ليست فصيحة. انتبه أع كأنه أنت عم تبلع أعلم ما مو مو ما، أعطي حق الحركات مو ما لا، لاحظتم الآن؟ لا تقول ما لا، لا تمل صوت الألفات، ما لا تعلمون. وعندما تقف هنا بالمد العارض للسكون في كلمة تعلمون لا تجعل غنة في هذه الواو، ماذا أفعل؟ أقفل فتحتي الألف هكذا وأقول تعلمون، ضميت الشفاه إلى الأمام، خليت رأس اللسان وين؟ في المنطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلى، وأرفع أقصى اللسان قليلا، والنون أسمعها ظاهرة تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، وعلمه دائما اللام المشددة تذكر بأنها بينية، ولا أطيل زمنها حتى لا أصير رخوة، فأنت راح تقول وعلم آدم كلها، هذه اللامات المشددة غلط، وعلم هكذا كلها بهذه الطريقة، هذا هو الصح. آدم لديك ألف ساكنة قبل همزة مفتوح، إذن مد بدل بمقدار حركتين، ولا نقول آدم الأسماء كلها هكذا إمالات بالألف، هذا غير صحيح، اجعل اللسان مرتاح بعد بين الفكين، لا تبتسم بالشفاه. آدم من الميم إلى اللام القمرية، لأنه لدينا همزة وصل، لماذا اللام القمرية من كلمة الأسماء؟ لأن جاء بعدها الهمزة، هي من حروف ابغي حجك وخف عقيمه. الأسماء سين ساكنة، راح أسمع الصفير ويجري فيها الصوت رخاء ويجري فيها النفس. الأسماء كلها، اجتمع حرف المد الألف والهمزة في كلمة واحدة في كلمة الأسماء، وهذا المد واجب متصل أربع أو خمس حركات. كلها، وهنا مد طبيعي، انتبه كلها ألف ساكن قبلها الهاء المفتوحة، أنا يجب أن آتي بحركتين مد طبيعي. ثم عرضهم على الملائكة، ثو نضم الشفاه ثا مرققة، ما أقول ثو خطأ، ثو ثم ميم مشدد الغنة أكمل ما تكون، لا تنبرها تقول ثم عرضهم نبرتها، وهذا خطأ، أنت أتيت بالغنة غنة الميم المشددة، فما في داعي أنت تنبر. عرض هنا عرضهم، الراء مفخمة لأن مفتوحة، والضاد مفخمة لأنها ثانية لأنها مفتوحة، أنا ما غلط أن أقول عارضهم، فخمت العين، العين مرقق مستفل، حرف مستفل، فيجب أن نخلص الحروف المفخم من المرقق. عارا عارارا قرع الراء بدون أن أكور، عارو عارو خطأ، ض عارا ضو ضو هذه أيضا خطأ، لا تكوير للشفاه، انتبهوا الصح عارض عارض
هو هم وليس هم، تفخمها بسبب مجاورتها لحرف الضاد المفخم. ميم المظهرة، يجب أن أسمع صوت الميم المظهرة في كل القرآن لأنه وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لأن الميم في مخرجه مخرجين، عندك مخرج شفوي ومخرج خيشومي، أنت بس إذا قطعت الصوت راح تجيب فقط المخرج الشفوي ولكنه لم تأتي بالمخرج الخيشومي. عرضهم على، لاحظتم الآن كيف سمعتها؟ هكذا تطبقونها، على وليس على الملائكة، لا تمل الألفات، اقرأها صح، على الملائكة، لاحظتم؟ الملائكة هنا اللام قمرية لأنه جاء بعدها الميم ومن هي أحرف القمرية، أبغي حجك وخف عقيمه، عقيمه ميم. اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة الملائكة، إذن واجب متصل في كلمة واحدة 4 أو 5 حركات. الملائكة فقال، تي تي تاء المربوطة اكسرها جيدا لا تختلس الكسرات، فقال أنبئوني، فقا لا تقول فقال، تفخم الفاء بسبب مجاورتها للقاف المفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، فأنت تنطق الفاء فا فقا فقال، ولا تقول فقال، لا تكور الشفاه، هذا خطأ، فانتبهوا بارك الله فيكم. فقال المد الطبيعي ألف ساكن قبله مفتوح لا تنسوا. أنبئوني، لاحظتم كيف أنا الآن النون الباء قلبت إلى ميم لأنه هذا حرف الإقلاب الوحيد من غير كز. أنبئوني، الواو ساكنة قبلها همزة مضمومة، مد بدل بمقدار حركتين. أنبئوني، كل مضموم لن يتم إلا بضم الشفتين، ضمة يجب أن تضم الشفاه. أنبئوني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين. بأسمائك، سر الباء، عندك أسماء سين ساكنة صفير وتتجلى فيها الهمس والرخاء، والهمس جريان نفس، الرخاء وجريان الصوت. بأسمائي، هنا لديك حرف المد والهمزة اجتمعا في كلمة واحدة، إذا مد واجب متصل، كلمة واحدة، إذا كلمتين، إذا جاء حرف المد والهمزة في كلمة ثانية مد جائز منفصل، إذا هنا بأسماء مد واجب متصل، ولا تقل بأسماء هؤلاء، هذه ننتبه لا نمل صوت الألفات. بأسمائها، اكسر الهمزة لا تختلس الكسرة. هؤلاء، لدينا حرف المد ها وأولاء الهمزة، راح يكون عندي مد جائز منفصل، ثم بعد ذلك راح يكون عندي مد واجب متصل. أولاء، هذه في كلمة هؤلاء مد جائز منفصل، حركتين من الطيبة أو 4 أو 5 من الشاطبية، وعندك بعدين مد واجب متصل في كلمة أولاء راح يكون 4 أو 5 حركات. هؤلاء إن، لاحظتم الآن من غير أن أميل صوت الألفات، هؤلاء، وعندك الهمزة المكسورة من هؤلاء جاء بعدها همزة مكسورة إن كنتم، هذه يجب أن تظهر عندي واضحة، إي إي هؤلاء إن، إي إن، إن كنتم، نون كاف إخفاء، نون تاء إخفاء من كنتم، فيجب أن نذهب إلى مخرج أو حيز المخرج الكاف حتى أتهيأ لنطق الكاف. إن كنتم، دائما يصير عندي خلل في هذه إن، أنه أمط الكسرة، كسرة الهمزة، أقول إن، إن، هذا خطأ ننتبه إليه بارك الله فيكم. إن كنتم، نون ساكنة جاءت بين ضمتين، ضمة الكاف وضمة التاء، فهذه ممكن أن أحدكم يقرأها كن، كنتم، سحبت ضمة الكاف إلى النون الساكنة، راح يتغير حتى عندي نطق الحرف ويأثر على صوت الغنة وهذا خطأ، كأنه أنت عندك كنتم، كنتم.
كنتم كنتم ميم مظهرة كنتم صادقين. من الأخطاء أنه أنت تجيب اللسان بالإخفاء إلى مخرج النون وهذا خطأ، أو أنت عندك إخفاء تقول كنتم كنتم، أنت أتيت برأس اللسان إلى مخرج النون وهذا خطأ، اللسان راح يروح إلى مخرج التاء، حيز مخرج التاء حتى يتهيأ لنطق حرف التاء. كنتم صادقين، الصاد مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، ولا تكوير للشفاه، أرجوكم لا تكوير للشفاه، لا تقول صو صو، خاصة خاصة حرف الصاد صو خطأ، ص صادقين. والقاف مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة، وهي تكن فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا ترقق القاف، تقول صادقي قي قي خطأ قي قين، لا تجعلن في هذه الياء، اقفل فتحتي الالف ثم بعد ذلك تخفض الفك السفلي قليلا حتى لا يصير عندك ياء فيها غنه. صادقين. هكذا نقف بالمد العارض للسكون حركتين 4 6 ونسمع صوت هذه النون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا، القاف مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، لا تكور الشفاء، تقول قالوا خطأ، وعندك مد طبيعي ألف ساكن قبلها مفتوح. قالوا، اللام مرققة والواو نضم الشفاء فيها، وفي اللام المضمومة. هناك من يقول سبحانك سو 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 خطأ، سو سا سي سو، سبحانك، لا تسحب ضمة السين هذه إلى الباء المقلقلة ساكنة قلقلة صغرى في وسط الكلام، تقول سب سب سب، لاحظ، وأنت ما مخلص بعد الشفاء من الضم نطقت الباء وهذا خطأ، هذا تخليص الحركات. سب سبحانك، لا تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت ما علمتنا، هذه ممالة، إذن خلي اللسان مرتاح. سبحانك لا لا علم لنا، اللسان مرتاح، لاحظتوا كيف؟ بس مجرد أنه الألف بفتح الفم ويصفى الصوت عندك من غير لا ابتسام بالشفاء ولا أسحب اللسان ولا أبسط اللسان ولا أعمل أي شيء، اللسان مرتاح. لا علم، كسرة العين واللام الساكنة أسمعها لأنه يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة من أحرف التوسط. لا علم لنا، علم كسر العين تحقق من كسرة العين، لنا إلا، لنا حرف المد إلا همزة، إذن كلمتين مد جائز منفصل، حركتين من الطيب 4 5 من الشاطبية، إلا هذه بعض يمسكها هي، وفي كلمة علمتنا يقول إلا ما علمتنا، هذا خطأ لأنه جعلتها رخوة أجريت فيها الصوت فترة طويلة وهي لين عمر. إلا علم، شوفوا، إلا ما علمتنا ما عل، هذه كلها مدود طبيعي يجب أن تحرص عليها. إلا ما علمتنا، لاحظتم كيف؟ ميم علمتنا ساكنة أيضا يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة من أحرف لين عمر. علمتنا، أقف المد الطبيعي لكنه لأنه ألف ساكن قبلها مفتوح، لكنه إذا استمريت في القراءة راح يكون حرف المد في كلمة علمتنا والهمزة في كلمة إنك أنت العليم الحكيم، راح يكون مد جائز منفصل، حركتين من الطيب 4 5 من الشاطبية. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أتم الحركات بارك الله فيكم. إنك هذه الكسرة لا تمطها، لا تجعلها ياء، إنك خطأ بس خلصت. إنك النون المشدد الغنة أكمل ما تكون لا تنبر، إنك أنت العليم الحكيم، نبرت كلها، بس تجيب كلمة واحدة فيها نبر أنت راح تنبر الكلمات اللي وراها من غير ما تحس، فخليك هادئ ولا تنبر إلا في مواضع النبر التي نص عليها العلماء.
إنك أنت. لاحظوا النون مع التاء، كيف أنا أذهب إلى حيز مخرج التاء وأتهيأ، هذا إخفاء. شوفوا ما جايب اللسان رأس اللسان إلى مخرج النون، هذا ما إخفاء، هذا إظهار. أنت أنت هذا إظهار، هذا خطأ. إذا إخفاء. أنت من التاء إلى اللام القمرية، لأنه لدينا همزة وصل. لماذا اللام قمرية؟ لأن جاء بعدها حرف العين. ابغي حجك وخف عقيمه، عقيمه لما أنت يكون عندك اللام قمرية أعطيها حقها وأسمع صوتها من جريان للصوت فترة زمنية بسيطة لأنها بينية. العليم الحكيم، العليم الحكيم. أيضا اللام من كلمة الحكيم قمرية لأنه جاء بعدها الحاء. حجك، حجك، أبغي حجك. لاحظتم؟ للعلي كسرة اللام، مو أتم الضم، ضمة الميم، ثم أنتقل إلى كلمة الحكيم. العليم، العليم الحكيم. لا تجعلهن في هذه الياء، لما تقف في كلمة الحكيم أخفض الفك السفلي. الحكيم، شوفوا الفرق الآن، لا يوجد فيها غنة لأن خفضت الفك السفلي. الحكيم الآن غنة، الحكيم. تدربوا علي بهذه الطريقة حتى أنت تعرف كيف تخفض الفك السفلي لما ينتهي صوت الغنة بالياء من الخشم. والميم راح نقف بها مظهرة، الحكيم. لاحظتم؟ بهذه الطريقة أسمع، ما أقطع صوت حرف. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال، قاف مفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى، من غير أن أقول قال، لا تكوير للشفاه، ألف ساكن قبلها مفتوح، راح يكون ما الطبيعي مقدار حركتين. قال يا آدم، حرف الماد، يا آدم همزة، كلمتين، مد جائز منفصل، راح يكون عندك حركتين من الطيبة، أربعة خمسة من الشاطبية. آدم نفسها فيها ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة، راح يكون مد بدل. إذن يجب أن تأتي بمد الجائز المنفصل ثم مد البدل. يا آدم، بهذه الطريقة راح يكون عندك حركتين مد بدل، لا تأكلها، لا تمل الألف. يا آدم بأسمائهم، فانتبهوا بارك الله فيكم، اللسان مرتاح. يا آدم بأسمائهم، هذه بهذه الطريقة الألفات. لدينا آدم، أضم الميم، ما أختلس ضمة الميم، أضم الشفاه. أنبئهم، نون باء إقلاب، نون ساكنة، باء، والباء هو حرف الوحيد للإقلاب، بتقلب ميم من غير كز للشفاه. دير بالك، خليك مرتاح، لا تكز، لا تهجم على الحروف. حتى شوف الصوت الغنى يكون حلو. بي كسرة الباء والهمزة الساكنة بقفل الأوتار الصوتية. الخطأ الذي يحدث أنه أنت تقلقلها أنبئهم خطأ، أو تخرج همزتين أنبئهم، هذا خطأ. انتبه ولاحظ كيف راح احنا نفككها وكيف راح نقفل الاوتار الصوتيه حتى نسمع همزه مضبوطه. انبئ، خلاص خلصت، هم، انبئ هم، انبئ هم، انبئ هم. لاحظتم؟ ولا تقول هم، لا تفخم هذه الهاء، تملا الفم وتخليها مستعليه، وهي وكلمه كم اذا كانت في اخر الكلام، هم كم. طيب الميم هنا جاء بعدها باء، إذن إخفاء شفوي، وأيضا هنا من غير كز أحبتي في الله، إخفاء شفوي. أنبئهم بأسمائهم، بأسمائهم، سين صفير ويجري فيها النفس والصوت، النفس همس والصوت رخاوة، واجتمع حرف المد والهمزة بكلمة بأسمائهم، فإذا مد واجب متصل. بأسماء، ما دير بالك لا تمل،
بأسمائهم، كسرة الهمزة والهاء، والميم مظهرة في الوقف والوصل، والوصل راح يجي بعدها فاء، فلما أنبأهم أيضا تكون مظهرة، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، راح أقراها بالوصل. بأسمائهم فلما، هكذا يجب أن تسمع صوت الميم المظهرة، لا تقطعوها بالله عليكم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال، فلما، لا تنظر، لما أنت تجيب غنة الميم المشددة أكمل ما تكون، فأنت لا تنظرها تقول فلما أنبأهم، هكذا نبرت، هذا خطأ. طيب أنت أتيت بالغنة وخلاص، عندك حرف المد في فلما، الهمزة أنبأهم، راح يكون عندي مد جائز منفصل، كلمتين حركتين من الطيبة وأربعة خمسة من الشاطبية. أنبأهم نون باء إقلاب، تقلب إلى ميم، لأن الباء هو حرف الإقلاب الوحيد من غير كزل الشفاه. أنبأه هو هم، نضم الشفاه في المضموم، ميم باء، أنبأهم ميم باء بأسمائهم، إخفاء شفوي كما مر معنا، أنبئهم بأسمائهم. أنبأهم بأسمائهم، لاحظتم كيف؟ من غير كز لما أنت تأتي بالإقلاب أو الإخفاء الشفوي. وعندك السين بأسمائهم صفير، وهي قوة الصفير فيها أقل من الصاد، ويجري فيها النفس الهمس والصوت الرخاوة، واجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، مد واجب متصل أربع أو خمس حركات، والميم مظهرة منها. بأسمائهم قال، إهم قال، هذه الميم يجب أن تسمعها. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هنا قال قاف مفتوحة بعدها ألف، مفخمة مرتبة أولى، خطأ أن تقول قال، لا، انظر إلى المرآة وتدرب، قال، لا لا لا، وليس الله، لا تفخم، والألف ساكن قبلها مفتوح، راح يكون مد طبيعي، أجيب المد الطبيعي حركتين. ألم، لاحظوا الميم من كلمة ألم لكم، هذه مظهرة. ألم أقل لكم إني، هذه نسمع صوت الميمات، لأنه الميم يشترك فيه مخرجين، مخرج شفوي ومخرج خيشومي. ألم أقو، شوفوا، أقل لكم، لام مع اللام، لام أقل مع لام لكم، راح يكون إدغام متماثلين من غير أن أطيل زمنها لحتى لا أصل عند الإخوة. أقل لكم، لا تقل أقل لكم، هكذا صارت رخوة، فدمرنا اللام لأنه اللام من الأحرف لنعمر التوسط. القاف من كلمة أقل، أقو، لازم أنت تجيب ضم الشفاه، مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة. لكو، لكو، وليس لكم، لكو، كاف مرققة، لكم إني، ميم مظهرة، إني، هذه الهمزة المكسورة لا تمطها، تجعلها يا إني، انتبهوا دائما لا تمطوها، إي آ إي أو إي، إني، النون المشددة الغنة أكمل ما تكون من غير نبر. إني أعلم غلط، هذا نبر، إني أعلم، الحرف المد في إني الياء، والهمزة في أعلم، راح يكون عندي مد جائز منفصل في كلمتين، حركتين من الطيبة، أربعة خمسة من الشاطبية. أعلم، العين ساكنة، تتجلى صفات في الحروف الساكنة، العين عميقة، والعين من وسط الحلق، تخطأ إذا أنت ما أخرجتها من مخرجها، فممكن أنه تقلقلها من الخطأ الشائع، تقول أعلم أو أعلم، هكذا أنت تكون مرتاح وهي ما وصلت إلى وسط الحلق، بل أنت أخرجتها من أدنى الحلق، فيجب أن تحس بانزعاج في المخرج وأنه كم عم تبلع شيء. أعلم، أعلى، أعلم، أعلم غيبة غاء، لا تقول غاء، غيبة، لا يعمل بالشفاه في حروف الاستعلاء، والغين هنا مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة، يا أولين فيها، لا تقول غيب السماوات. طيب أنت الآن نبرتها، من تنبرها يعني مشددة،
فهي ساكنة قبلها مفتوح بليونة وسلاسة غيب الس. شوفوا السين لازم أنه يكون معاه صفير وجريان النفس والصوت. السماوات هنا اللام شمسية من كلمة السماوات لأنه السين الأحرف الشمسية. فإذا أنا أنتبه لما يأتي بعد الألف واللام حرف مشدد أنا هذه شمسية، حرف متحرك بالفتحة والضم هذه لام قمرية. هذه للسهولة أنا بقول لك حتى إذا ما بتحفظ أبغي حجك وخف عقيمه. والأرض اللام قمرية لأنه جاء بعدها الهمزة التي هي من أحرف القمرية، أبغي حجك وخف عقيمه. السماوات تقرأ هكذا الألفات ممالة وهذا خطأ، يجب أن تكون السماوات والأرض والآ، الهمزة مرققة لا تقول والآ تأثرا، فخمتها تأثرا بالراء الساكنة قبلها مفتوح تفخم والضاد الساكنة والضاد المكسورة مفخمة مرتبة خامسة، فأنت تقول والآ وهذا خطأ شائع جدا في كلمة الأرض عند أكثر من يقرؤون يقول الآ الآ الأر الأر الأرم. ولاحظوا كيف نطقت الضاد من حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس، أتكئ على ما يحاذيها من الأضراس العليا وملامسة بسيطة بمقدمة اللسان في المنطقة المتعرجة اللحمية تحت أو بعد الثنايا العليا. طبعا الضاد خامسة ضي. والأرض وأعلم، وأعلم كما قلت في كلمة أعلم غيبة، أعلم العين عميقة من وسط الحلق، تدرب عليها كأنه عم تبلع شيء، يحدث انزعاج في المخرج لا تخرجها، وأعلم قلقلة أو تخرجها، وأعلم هكذا عائمة ليست من وسط الحلق بل هي قريبة من أدنى الحلق فانتبهوا. وأعلم ما مما ميم مضمومة ثم ميم مفتوحة وأعطي كل حرف حقه من الحركة. وأعلم ما هنا عندك ألف ساكن قبلها مفتوح راح يكون عندي ما الطبيعي حركتين وإحنا نأكل المدود الطبيعية، انتبهوا. ما تبدون وما كنتم تكتمون، تبدون باء ساكنة مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام أحرف قطبة جد، وعندك التاء مضمومة قبلها والدال مضمومة بعدها، فأنت تقول تبدون أشممت الباء الساكنة ضمة وما قلقلت معك مضبوط، فأنت يجب أن تخلص هذه الباء من الضم، يعني راح يصير عندك ضم إرجاع ضم. تبدو أمام المرآة وتدرب هكذا بهذه الطريقة. تبدون وما ما الطبيعي ألف ساكن قبله مفتوح. كنتم تدرب هذه الكلمة حتى لا تصير عندك كنتم أنت كأنه صارت واو ما صارت ضمة، وسحبت الضمة ضمة الكاف إلى النون الساكنة وغيرت الغنة وصار صوت الغنة ما طيب. وما كنتم، إذن أنا ما عم تجي معي فككها. كنتم بعدين كنتم حتى أجيب الإخفاء. ميم مظهرة. وما كنتم تكتمون، الكاف ساكن مهموس هو شديد ومهموس، فأنت ممكن تقلقلها خطأ أن تقول تكتمون خطأ تكتمون خطأ، أو تبالغ في الهمس تكتمون هذه مبالغة، هذا تكلف هذا تعسف، فإذا خليك رفيق حتى رقيق بالهمس. تكتمون لا تجعل غنة، طبعا التاء والميم مضمومة ولا تجعل غنة في هذه الواو، اقفل فتحتي الألف. تكتمون لما أنا ضميت الشفاه إلى الأمام وجعلت رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلى ورفعت أقصى اللسان قليلا ما راح تطلع عندي فيها غنة. نقف بهذه النون المظهرة لما نقف المد العارض للسكون. تكتمون هكذا لا أقطع صوت النون أو أنه ما تبين معي النون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
وإذ، لاحظوا الذال، هذه الذال أحبتي في النهاية ليست من أحرف فحث وشخص سكت. هنالك من يقول وإذ إذ إذ، يخرج كمية من الهواء، وأفعلوا كما أفعل الآن، وقرأوها وإذ، وشوفوا كمية الهواء اللي راح يلامس الأصابع. انتبهوا، لا تعتمد الذال على الهواء حتى تخرج. الذال يجري فيها الصوت ولا يجري فيها الهواء. لما أنت يجي شوية شوية هواء، هذا الهواء الخارج من الرئة، هذا لا أعتمد عليه. يعني لما أنت تحس أنه هنالك شوية هواء يخرج مع الذال، هذا هواء خارج من الرئة، لكنه لا أعتمد عليه بنطق حرف الذال. وإذ قلنا لاحظتم حتى لا أيضا من الأخطاء الأخرى، وإذ قلنا أنا أقلقل الذال وأقلقل اللام من كلمة قلنا، هذه أخطاء يجب أن نتجنبها. وإذ قلنا، والقاف مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة أضم الشفاه، قل لا تسحب ضمة القاف إلى اللام، تقول قل. لاحظ أنا نطقت اللام ولا زالت الشفاه مضمومة، وهذا خطأ، لازم أصفيها. قلنا، واللام يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لنعمر. وإذ قلنا للملائكة، يجب أن أبين المد الطبيعي هنا في كلمة قلنا لأنها مفتوحة ساكنة قبلها مفتوح، لأنه أنت إذا ما مديت طبيعي راح تكون كأنه قلنا للملائكة، يعني نون مفتوحة، قلنا للملائكة، يجب أن تنتبه، قلنا لل وليس قلنا لل، فانتبهوا بارك الله فيكم. للملائكة كسرة اللام الأولى، للملائكة كما قلت في كلمة قلنا، اللام يجري فيها الصوت، هذه للملائكة اللام الثانية يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة بينية من أحرف التوسط لنعمر، اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة للملائكة، هكذا مد واجب متصل فننتبه إليه. ولا أقول للملائكة، لا تمل صوت الألف، خلي اللسان مرتاح، خلي الأمور طبيعية، لا ابتسام في الشفاه. للملائكة تسجدوا من التاء المكسورة المربوطة إلى السين لأنه لدينا همزة وصل، والسين يجري فيها صوت والنفس من أحرف الصفير. للملائكة تسجدوا، لاحظتم الآن كيف؟ والجيم والدال منها مضمومة نضم الشفاه فيها، سجدوا، لاحظوا، للملائكة اسجدوا لآدم، آدم ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة، فرح يكون عندي هنا مد بدل أجيب حركتين، ولكنه لا أقول لآدم، فانتبهوا، لآدم فسجدوا، شوف الحركات الفتحة، فسجدوا، دال مضمومة نضم الشفاه فيها، ولدينا حرف المد في كلمة فسجدوا، جاء بعدها إلا الهمزة، راح يكون مد جائز منفصل بمقدار حركتين من الطيب 4-5 من الشاطبية، إلا إبليس نفس الحالة مد جائز منفصل والباء مقلقلة، فنقرأها فسجدوا إلا إبليس. لاحظتم الآن؟ حتى أنا لا أقول إلا، لا تمل صوت الألف ولا تمسك اللام، لا تقول إلا، أنت بتمشي على نغم معين أو مقام معين وأنت تؤثر على هذه اللام وتطيل زمنها حتى صارت رخوة هي بينية، فانتبهوا بارك الله فيكم. إبليس الباء هنا مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، أحرف قطب جد، هذه هي حروف القلقلة. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستك سين يجري فيها الصوت النفس صفير، وس طبعا رأسا من الواو إلى السين لأنه همزة وصل، واستكبر. ليش أنا عم بفصلها؟ حتى بينك الكاف كيف أنه يكون الهمس فيها لطيف.
ما أنا أجيب أقول واستكبر خطأ، هذا مبالغة في الهمس، أو أنه أقلقلها واستكبر، وهنالك من يقول واستكبر يفخم الباء لأنها جاورت الراء المفخم، الراء مفخم لماذا؟ لأنها مفتوحة، الباء مرققة مستفلة، واستكبر واستكبر، وكان وكان ما الطبيعي، ألف ساكن قبلها كاف مفتوحة، وكان من كسرة الميم، من من النون المفتوحة إلى اللام، من كلمة الكافرين القمرية، ولأنه لدينا همزة وصل، لماذا اللام قمرية؟ لأن جاء بعدها حرف الكاف، أبغي حجك ك وخف عقيمه، هذه الأحرف القمرية، هذه الجملة، ولا أقول الكافرين، لا أمن صوت الألف، الكافرين كسرة الفاء والراء، والراء مرققة، لماذا؟ لأنها مكسورة، لا تجرون في الياء، ماذا أفعل؟ الكافرين خفضت الآن، هذه الصحيحة من غير غنة، الآن الغلط، الكافرين تدرب عليها بهذه الطريقة حتى تصل إلى الصوت اللي تخرج فيه الياء من غير غنة. نقف بالنون المظهرة لما أقف المد العارض للسكون، الكافرين، لاحظتم يذهب اللسان إلى مخرج النون. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا قاف مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة ولا أسحب، هذه الضمة إلى اللام الساكنة، وقلنا أنت قرأت ونطقت حرف اللام، لا زالت الشفاء مضمومة، خلص الحروف، اللام ساكنة، وقلنا لاحظتم، واللام يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لعمر، وقلنا يا آدم، أيضا هنا ننتبه لا أقرأها كأنها نون مفتوحة، وقلنا يا آدم، هذه خطأ يجب أن تأتي بالمد الطبيعي، وقلنا يا آدم، لاحظتم الآن حتى لا تنطقها كأنه نون مفتوحة، يا حرف المد، آدم عندك همزة، إذن مد جائز منفصل، ثم لديك في كلمة آدم ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة، راح يكون عندك مد بدل مقدار حركتين، إذن راح يكون عندي مد جائز منفصل، حركتين من الطيبة، أربع خمسة من الشاطبية، ثم حركتين مد بدل، يا آدم، لاحظتم الآن كيف؟ ولا أقول يا آدم، لا تمل صوت الألف، خليك مرتاح، يا آدم اسكن، آدم اسكن، لا تسحب ضمة الميم من كلمة آدم إلى السين اسكن، لأنه عندك همزة وصل، والسين يجري فيها الصوت والنفس من أحرف الصفير، النون ساكنة، جاء بعدها الهمزة من كلمة أنت، راح تكون مظهرة، لأنه الهمزة من حروف الإظهار الحلقية الستة، الهمزة والهاء والعين والخاء والعين والحاء والغين والخاء، يا آدم اسكن أنت، لاحظتم؟ لاحظتم كيف؟ اسكن أنت، نون تا أنت، راح أذهب إلى مخرج، إلى حيز مخرج التالي لأنه إخفاء، أنت، لا أذهب باللسان إلى مخرج النون تصير عندي مظهرة، أنت، أنت خطأ، أنت لامست مخرج النون، هذا خطأ، مخرج النون اللساني هذا خطأ، راح أجيب بس المخرج الخيشومي، أنت وزوجك الجنة، وزوولين وزوجك، كنا لك من يقرأها ينبرها، طيب هذه واولين ليش تنبرها؟ من تنبرها أنت؟ حسستني بأنه الواو مشددة، وزوجك الجنة، لاحظتم كيف قرأت الجنة اللام قمرية لأن جاء بعد حرف الجيم، أبغي حجك وخف عقيمه، وانتقلت من الكاف إلى اللام لأنه لدينا همزة وصل، انتبهوا، وزوجو ضم الشفاء وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين، ضم الجنة، لما أقف أنا هنا كاختبار أقف هنا بها يجري فيها الصوت والنفس وباهتزاز الأوتار الصوتية والنون المشددة غن أكمل ما تكون، وكلا منها رغدا حيث شئتما،
أحرص على المدود الطبيعية. كلا ألف ساكن قبلها مفتوح، منها ألف ساكن قبلها مفتوح، وكلا منها رغدا. لاحظتم الآن؟ وكو المضموم نضم، منها الميم مكسورة، منها النون ساكنة قبلها هذا إظهار، أسمع صوت النون المظهرة، لما تقول إظهار أسمع صوت النون المظهرة. منها رغدا، را مفخمة الراء لأنها مفتوحة، الغين مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة. رغدا، لا قل رغدا، لا تفخم الدال بسبب مجاورتها للغين والراء، خطأ، الدال مرققة مستفلة. لما أنا أريد أقف هنا للاختبار رغدا، أقف بالمد العوض اللي هو حركتين، إذا استمر رغدا حيث، لا جاء بعد التنوين حاء، والحاء من حروف الإظهار، فانتبهوا أسمع صوت النون المظهرة رغدا حاء، ما أقطع رغدا حاء، هكذا قطعت، هذا اللي أقصده أنه أنت تقطع صوت النون المظهرة. حيث يا أولين، حيث شئتما، ليش تتبرها؟ هذه ليست ياء مشددة، إذن حيث شئتما. لاحظتم الآن ياء لين بليونة وسلاسة، ثو ضمة الثاء، شي شئتما، اكسر الشين والهمزة ساكنة، ممكن أن تقول شئتما وهذا خطأ، يجب أن تنتبه بقفل الأوتار الصوتية وتنتقل إلى المقطع الثاني تما، يعني شئتما شئتما، هكذا تقرأ من غير أن تقول شئتما أو شئتما، ما قفلت الأوتار الصوتية فتخرج عندك أنه همزتين أو ثلاثة. شئتما، وهنا أيضا مد طبيعي، ألف ساكن قبلها مفتوح، ولا مد طبيعي، تقربا مد طبيعي، شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، هذه كلها أجيبها المدود الطبيعية ما أكلها. كلمة تقرب القاف ساكنة إذا مقلقلة، قلقلة صغرى في وسط الكلام، والقاف مفخمة مرتبة رابعة لأنها ساكنة، أنت ما تجيب للقلقلة بقاف مرققة، تقول تقرب تقرب خطأ، تقرب هكذا تعطيها تفخيم مرتبة رابعة. الراء مفخمة من كلمة تقرب لأنها مفتوحة، وانتبه إلى المدود، الباء ألف ساكن قبلها مفتوح، هذه هذه أيضا ألف ساكن قبلها مفتوح، هذه كلها مدود طبيعية يجب أن نأتي بها. هذه ذه كسرات، ما أقول هذه ذه، لا ذه ذي ذا ذي ذو، هاهي هو ذه، هذه الشجرة. كما تلاحظون انتقلت من الهاء المكسورة من هذه إلى الشين، لأن لدينا همزة وصل واللاء مشمسية، لأن الشين من أحرف الشمسية وهي مشددة، إذن أنا ما راح أنطق هذه اللام. الشجرة، شين تهفشي، شين ساكنة ثم شين مفتوحة، الشجرة فتكون من الظالمين. لاحظتم كيف أنه أنا أبين المدود الطبيعية، مينا كسرة الميم، تكون لأنه إذا أنت تقرأ فتكون مينا، تكون من الظالمين، كأنه أنت هنا قرأت بس أو قصدت فقط آدم عليه السلام، لكنه تكون راح تكون آدم وحواء، فانتبهوا بارك الله فيكم، تكون وليس تكون مينا، خلاص هذه ننتبه إليها المدود، الله يبارك فيكم. الظالمين، هذه الظاء طبعا أولا اللام شمسية لأنه جاء بعد حرف مشدد، والظاء من الأحرف الشمسية، لا يوجد في ابغي حجك وخف عقيمه. الظاء الأولى ساكنة مفخمة مرتبة رابعة، الظاء الثانية مفخمة مرتبة أولى لأن مفتوح بعده ألف. الذي يحدث، الظاء ليست في فحثه شخص سكت، يعني لا يوجد فيه همس، إذا أنت لما تقرأها وتخرج كمية من الهواء هذا خطأ، فأنت أتيت بصفة ليست موجودة في الظاء، فتقول انظر هكذا وافعل هكذا كما أفعل أنا، وشوف كمية الهواء اللي راح يصطدم عندك بالأصابع. إذن صوت وإذا خرج كمية بسيطة من الهواء عادي، هذا الهواء الخارج طبيعي من الرئة، لكنه لا نعتمد عليه في مخرج الظاء.
الله من غير رجفة. لا خلي لسانك مستقر عند إيش أصول هذه، عندك الثنايا العليا، فانتبه بارك الله فيكم. الظالمين، لاحظتم كيف؟ وطبعا الألف تفخم تبعا للظاء. الظالمين، ليمين كسرة اللام والميم، والياء أقفل حتى لا تخرجهن. الظالمين، اسمع هذه النون المظهرة لما أقف المد العارض للسكون، حركتين أو أربعة أو ستة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فأزل، هذه اللام لا تطيل الزمن، لا تمسكها. فأزلهما، هكذا صارت رخوة. اللام تعرف لن عمر، إذن وسطية بينية يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة. فأزلهما الشيطان، الشيطان تفعل هكذا بالشفاء وأنت تنطق حرف الشين. طيب الشين من وسط اللسان، ليش أنت تنطق ليش أنت تعمل الشفاء وتكور الشفاء؟ الشيطان، ولا تنسى بالتفشي. يا ساكنة، يا ساكنة قبلها مفتوح، يا أولي من كلمة الشيطان، لا تقول الشيطان، الشيطان عنها طا وليس طو طا، لا تكوير لا إعمال للشفاء، نو مضمومة أضم الشفاء فيها، عنها نون ساكنة بعدها، إذن هذا إظهار، عنها ما أقطع النون، عنها لا، عنها فأخرجهما. القاء هنا ساكنة مفخمة مرتبة رابعة يجري فيها الصوت والنفس. فأخرجهما، ولا تبالغ فيها في المخرج حتى يخرج معها شخير. فأخرج خطأ، فأخرجهما، لاحظتم كيف؟ الراء مفخمة لأنها مفتوحة وأتم الحركات. مما كسرة الميم والميم مشددة، هن أكمل ما تكون. مما كان، هنالك من يقرأها مما كان في، فانتبهوا بارك الله فيكم حتى احنا ما ننبرها. مم ولا أميل الألف، مما كان، الله يرضى عنكم، خلي اللسان مرتاح، خلي الشفايف مرتاحة، لا تبتسم، لا تسحب اللسان إلى الخلف وتبسط اللسان حتى تطلع عندك إمالة. مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. شوفوا وقلنا، الواو جاء بعدها القاف، ما الواو مرققة، تقول وقلنا، تفخم الواو وهذا خطأ، يجب أن ننتبه. القاف مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، لا تسحب ضمة القاف إلى اللام، تقول وقل، نطقت اللام وأنت عندك الشفاه مضمومة تأثرا بضمة القاف، يجب أن تكون ساكنة ومن غير الشفاه بالوضع الطبيعي. وقل، وهكذا يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، أسمعها، ما أقول وقلنا وقلنا، لا، وقلنا وقلنا اهبطوا هنا، لأنه التقاء الساكنين، وأنا راح رأسا راحت وين؟ راح أروح إلى الهاء. وقلنا اهبطوا، لاحظتم اهبطوا الهاء باهتزاز الأوتار الصوتية من منطقة أقصى الحلق، لا تقولوا وقلنا اهبطوا هكذا، هاء هذه خارجة من الرئة وهواء عادي من الصدر، فانتبهوا، يجب أن تكون من أقصى الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية. بكسرة الباء، بطو، طا مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة. هنالك من يقرأ بعضكم لبعض، تفخم الباء، أنت عندك في كلمة بعضكم لبعض فقط الضادات مفخمة، حيث أن الضاد في كلمة بعضكم مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، والضاد في كلمة لبعض مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة. فنقول بعضكم، هذه تحتاج إلى تدريب،
بعضكم، العين الساكنة أيضا تحتاج منك الصبر حتى تتعلم عليها وكيف تخرجها من وسط الحلق، وطبعا يحدث انزعاج في المخرج، حتى لا تقول بعضكم لبعض هكذا أنت قلقلتها، أو تخرجها عائمة ما تنتبه، بعضكم لبعض عدو هكذا، ليست العين الفصيحة لأنه أخرجتها عائمة قريبة من أدنى الحلق، يجب أن تدخل إلى وسط الحلق وتشعر بانزعاج في المخرج حتى تخرج عندك. بعضك وليس بعضك، لا تفخم الكاف، الكاف مرقق، الكاف حرف مستفل والميم مظهر. بعضكم لي، لاحظتم اسمع صوت الميم المظهرة، بعضكم لي لبعض عدو. هنا نبرت، لماذا؟ لأنه عندي الواو حرف مشدد، فأنا راح أمر الحرف الذي قبله حتى أنا أحسس السامع بأنه هنالك حرف مشدد الذي هو الواو. عدو ولكم، هذا إذا استمريت راح يكون عندي تنوين بعد التنوين واو، تنوين واو وإدغام بغنة لأن الواو من أحرف ينمو. عدو لكم، ويكون الواو هنا مشدد راح يكون بالنبر. عدو عفوا وعدو ولكم، لاحظتم هذه ننتبه إليها. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم، لاحظتم الكاف مرققة الميم مظهرة وخاصة جاء بعدها فاء في. ولكم في، هذه ننتبه إليها واسمع الميم، في الأرض في وليس في الأرض، خطأ، في في فا في فو، الكلام قمرية لأن جاء بعدها الهمزة، ابغي حجك وخف عقيمه، لا تفخم الهمزة من الأرض، تقول الأرض بسبب مجاورتها للراء الساكنة قبلها مفتوح فتفخم، والضاد والضاد المكسورة مفخمة مرتبة أخيرة. الأرض مستقر، لاحظوا كيف أنه أنا لازم ما أسحب ضمة الميم إلى السين، السين ساكنة، فأنت لما تقول مس نطقت السين والشفاه مضمومة، هذا اعتداء على حق السين، فينبغي أن أنطق السين ومن غير إعمال للشفاه. مس يجري فيها الصوت والنفس والصفير. مستقى، مستقى، القاف مفخمة مرتبة ثانية من غير إعمال للشفاه، تقول مستقى، قو خطأ. مستقى، مستقر، الراء مشددة فأنه يحدث عندك تكرير، هذا خطأ. مستقر خطأ، أو مستقر هكذا أنت ما قرعتها، فننتبه أنه أقرع الراء ولدي تنوين جاء بعده واو إدغام بغنة. مستقر ومتاع إلى، متاع إلى نون تنوين مع الهمزة إظهار، وسمعتموني كيف قرأت النون، يجب أن تقرأها هكذا، النون مظهرة، إلى وليس إلى، ولا تقول متاع، متاع إلى حين، كسرة الحاء والياء، حين، أخفض الفك السفلي حتى ما تخرج عندك غنة في هذه الياء، أقف بالنون الساكنة مظهرة بالمد العارضي للسكون، حركتين أو أربعة أو ستة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتل مرقق، قا مفخم ومرتبة أولى بعد جاء بعدها ألف وحرف المد في تلقى والهمزة في آدم راح يكون مد جائز منفصل، حركتين من الطيب، أربعة خمسة من الشاطبية. فتلقى آدم، مد بدل عندك آدم، ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة، آدم من ربه نون ساكنة راء، راح آكل النون، ليش؟ لأنه نون ساكنة أو تنوين بعدها راء أو لام راح يكون إدغام بغير غنة، ناكل النونات. مر، مر وليس من، مر، مر ربه من غير أن أكرر الراء، والراء مفخمة مفتوحة فننتبه إليها.
ولا أقول من ربه لا تعمل الشفاه وعدم قرع الراء. لما أقول عدم قرع الراء أنت سحبت طرف اللسان رأس اللسان إلى الخلف وبعيد صار عن مخرج الراء ولهذا لا تقرع عندك الراء. فانتبهوا من ربه به كسرة الباء والهاء بابيب هاهيه به ولدينا مد الصلة صغرى من ربه كلمات فتاب. لا تقول كلمات فتاب لا تمل الألفات خلي اللسان مرتاح كلمات كسرة التاء بعدين أدخل في غنة الإخفاء كلمات هنا عندك مد طبيعي مات ألف ساكن قبلها مفتوح كلمات فتاب عليه فتاب ألف ساكن قبلها مفتوح تاء المفتوحة هذه كلها مدود طبيعية احرصوا عليها بارك الله فيكم عليه. هنا لاحظوا كيف أنا وقفت بمد اللين لأنه عندي يا ساكنة قبلها مفتوح ولا أنظرها عليه لا تنظرها لأنه يا أولين فانتبهوا بارك الله فيكم. ولما وقفت أنا وقفت بينت لها كيف باهتزاز الأوتار الصوتية من منطقة أقصى الحلق عليه لاحظتم إنه هذه الهمزة المكسورة لا تمطها لا تجعلها ياء إنه خطأ آئئو إنه النون المشددة غنة أكمل ما تكون الهاء هنا كما تلاحظون لدينا مد الصلة صغرى بمقدار حركتين إنه هو لاحظتم إنه هو أحط ضم الشفاه فيها إنه وهاء هو 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 لاحظت كيف من الواو إلى التاء هو ليش لأنه لدينا همزة وصل واللام الشمسية والتاء مشددة وليست من الأحرف القمرية أبغي حجك وخف عقيمه هو التواء الواو مشددة إذن أنظر التواب الرحيم بو الرحيم لا تقول بو بو الرحيم لأن راح تنطق مباشرة الراءات لأنه عندنا همزة وصل واللام شمسية فممكن أن تفخم الباء تقول توابو بو خطأ بابي بو التوابو التواب الرحيم لا تقول الرحيم هكذا أنت ما قرأت الراء وقورت الشفاء خطأ أو تقول الرحيم أيضا خطأ تدرب عليها بهدوء الرحيم واكسر الحاء جيدا وهذه الياء الرحيم أخفض الفك السفلي ما راح يطلع عندي صوت الخيشوم وأنت راح تحس بهذا أقف بميم ساكنة مظهرة أسمعها الرحيم لما أقف بالمد العارض للسكون حركتين أو أربعة أو ستة وهكذا تكون قد انتهت الصفحة السادسة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم مما ورد في هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.